السلام عليكم، شلونكم عيني؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم نتكلم على نبات اسنسوفيرا او جلد النمر. طبعا هذا النبات من افضل النباتات، منقية للجو ويتحمل كل الاجواء. نبات هناك عديد من الاشكال من عنده، من الاخضر يكون سادة، وهذا كما هذا تشوفوه هنا عندنا مطبع باللون الاصفر مشطب، واكو القزمي. طبعا تكاثر مالته بالخلفات، شوفوا هاي الخلفه مالته شلون مطلعه، وبعدها صغيره هاي الخلفه، من تكبر نقدر نشيلها ونحولها الى سندانه ثانيه، هي طبعا هي وجذورها. تربتها تكون بتموز، والسقي مالته عنده جفاف التربه بشكل كامل، لانه اذا حتى اذا عطش يعني يتحمل، لان هو نوع من نوع الصباريات. اما التكاثر الثاني هنا عندنا بالتجدير، فناخذ من عند غصن واحد ونقدر نقطعه الى اجزاء صغيره بحدود 15 سنتيمتر 10 سنتيمتر، وتزرعوها بتربه بتموس وتجذروها. عندنا التسميد مالته بسماد الام بي كي المتعادل او الاسمده الطبيعيه. واتمنى اللي يشوف الفيديو ينشره بين الاصدقاء والاهل ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد، واكون شاكره وممنونه من عندكم. شوفوا هاي هنا شلون عندي هنا مجذره. طبعا الاضاءه مالته تكون اما اضاءه عاليه يعني عاديه، واما منخفضه، فهو يتاقلم مع الجو اللي هو بيه. ومع السلامه.